مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. أعزائي طلاب الصف العاشر في مدرسة الأندلس الإعدادية الثانوية الخاصة للبنين، أرحب بكم من جديد في سلسلة دروس التعلم عن بعد لهذا العام، وموضوعنا تطور موضوعات الأدب الجزء الثاني. بداية، يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس أن تبين تطور موضوعات الأدب من العصر العباسي إلى العصر الحديث، تحدد عوامل تطور الأدب في العصر الحديث تحديداً دقيقاً. لنتذكر بداية عزيزي الطالب في الحصة الماضية أننا ركزنا على العوامل المؤثرة في تطور موضوعات الأدب، قلنا أن هناك مجموعة من العوامل أدت إلى تطور الأدب وازدهاره، وقد تأثر الأدب بها. من هذه العوامل التطور الحضاري والعمراني، والاتصال بالحضارات والثقافات الأخرى، وانتشار المطابع والصحف، والعناية بحركة التعليم وخاصة تعليم المرأة. كما تتبعنا عزيزي الطالب تطور موضوعات الأدب عبر العصور، من العصر الجاهلي إلى صدر الإسلام إلى العصر الأموي، واليوم بأمر الله تعالى ومشيئته سنواصل تطور موضوعات الأدب في العصر العباسي والعصر الأندلسي ومن ثم العصر الحديث. فنجد أن الأدب في العصر العباسي على سبيل المثال الشعر، ساعدت عوامل متعددة على الالتفات إلى شؤون الأدب والعلم وقضايا الفلسفة، ومنها الاستقرار السياسي وظهور حياة الطرف والاطلاع على الثقافات الأخرى. فتطورت أساليب الأدب وموضوعاته، وظهر ذلك في موضوعات الشعر، ففي المديح ارتبط بالموقف السياسي وبشكل خاص بمديح الخلفاء وغيرهم من الولاة والقادة والأمراء، وفي الهجاء هدأت نبرة تحقير الخصم والنيل من مكانته ونسبه وقبيلته. أما في الرثاء فقد اكتسب عمقا وغنا، برز رثاء الخلفاء والأمراء ورثاء المدن المنكوبة. وفي الغزل طغى الغزل الصريح على الغزل العفيف، وقد ظهرت موضوعات جديدة مثل الزهد والتصوف. أما النثر في العصر العباسي فقد تعددت فروع النثر في ذلك العصر، فظهر النثر العلمي والنثر الأدبي الخالص والنثر الفلسفي والنثر التاريخي. وقد كان النثر العباسي في بعض صوره امتدادا للقديم، وفي بعضها مبتكرا لا عهد للعرب به. ننتقل إلى الأدب في العصر الأندلسي، فنجد أنه قد ظهر الأدب الأندلسي في ظروف جديدة لا مثيل لها في المشرق العربي، حيث طبيعة الأندلس المختلفة عما ألفه العرب في المشرق من حيث التنوع الثقافي والسكاني المتعايش وتعايش مع الأديان السماوية الثلاث. وقد انعكست الظروف السابقة على الأدب الأندلسي
وأكثر الشعراء والكتاب من وصف الطبيعة الخلابة بكل تفاصيلها. أما الأدب في العصر الحديث، فكان لابد لموضوعات الأدب في العصر الحديث أن تواكب الحالة التي عليها الإنسان في هذا العصر وما أحدثته الطفرة التكنولوجية في نفسه، مما جعل الأدب يتناول قضايا جديدة وموضوعات مختلفة، منها الصراع بين الشرق والغرب، وصراع الحضارات، والأنا والآخر، وأزمة الهوية والانتماء، والوطن والأمة، وموضوعات أخرى كثيرة تتضمن معاني فلسفية. وظهر ذلك من خلال القصيدة التقليدية المحكومة بالوزن والقافية ونمط شعري متحرر من ضوابط الشعر التقليدي. أما عن النثر في العصر الحديث، فقد اتسم النثر في العصر الحديث بعدة سمات، منها التحرر من قيود السجع والبديع، وازدهار النثر الفني، وقد ظهرت المجلات الأدبية والصحف اليومية ونتيجة لازدهار النثر. ننتقل أعزائي الطلاب إلى الإجابة عن أنشطة مصدر التعلم. السؤال الرابع يقول: بماذا ارتبطت موضوعات الأدب في صدر الإسلام؟ تذكر معي عزيزي الطالب أننا قد قلنا بأن موضوعات الأدب قد ارتبط بالجهاد لنصرة الدين الجديد، والفخر بالنبي، وهجاء قريش، وتسجيل الغزوات، أي أن موضوعات الأدب في عصر صدر الإسلام قد ارتبطت بالدعوة الإسلامية والدين الجديد وكل ما يخدم ذلك الدين، من الفخر بالنبي وهجاء قريش وتسجيل الغزوات ونصرة الدين الجديد. السؤال الخامس يقول: اختلف موضوع الهجاء في العصر العباسي عما كان عليه في العصر الأموي، وضح ذلك. نجد أن الهجاء أنه قد خفتت فيه، أي ضعفت وقلت نبرة تحقير الخصم والنيل من مكانته ونسبه وقبيلته، على عكس ما كان موجودا في العصر الأموي. السؤال السادس: ما سبب تفوق موضوع الوصف على بقية الموضوعات في العصر الأندلسي؟ نجد أن الطبيعة الخلابة كان لها دور، فقد وصف الشعراء في أشعارهم وكتاباتهم الأندلس وطبيعتها الخلابة بكل تفاصيلها بلغة سهلة وسلسة. أخيراً السؤال السابع يقول: ما رأيك في الموضوعات الأدبية الجديدة التي نجمت، أي ظهرت وانبثقت، عن طبيعة العصر الحديث من حيث الأغراض؟ بالتأمل في العصر الحديث، كان طبيعياً أن يواكب الأدب العربي الحياة في كل أحوالها وما يطرأ عليها من أحداث ومستجدات سياسية كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو نفسية. إلى هنا جئنا وإياكم أعزائي الطلاب إلى نهاية درسنا، وقبل أن نختم أذكركم بالعودة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمدارس الأندلس والإجابة عن أسئلة اختبر نفسك في موضوع تطور موضوعات الأدب الجزء الثاني. إلى أن ألقاكم في درس جديد، لكم مني أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.